احنا بنتكلم عن كارثه اقتصاديه، احنا بنتكلم عن انت عندك 22 مليون مريض على الاقل خالص عندهم فيروس سي، ده اللي هو بالفعل موجود. لو احنا زي ما احنا قلنا، احنا كنا بنحسبها حسبه قبل كده انا وانت، قلنا هنعالج 500 الف مريض فقط باستخدام الانترفيرون مع ريبوفيرين. نص مليون من كام؟ 500 الف مريض اضربهم لي في 40 الف جنيه او 80 الف جنيه كمان. 80 الف جنيه لو انت هتستخدم الانترفيرون الاجنبي اللي هو طويل المدى هيطلع لك رقم 40 مليار جنيه. انت الاحتياط النقد بتاعك حاليا حوالي 15 مليار دولار. يعني اذا انت مش معاك اصلا في الميزانيه تغطي 500 الف مريض، ده رقم واحد. رقم اثنين، نسبه نجاح الانترفيرون لو اتعمم، وانا بقول لو اتعمم مش لو انت اخترت فئات محدده، لو اتعمم لن تتعدى 20%، من 20 ل 25%. اذا عندك 500 الف مريض، 125 الف فقط هيستجيبوا للعلاج و375 الف مش هيستجيبوا للعلاج. اذا النسبه الحقيقيه لشفاء 125 الف مريض هي 125 الف مريض مقابل 40 مليار جنيه. ده رقم مهول، كارثه اقتصاديه على البلد. زي ما احنا قلنا، ادعم البحث العلمي، ادعم البحث العلمي، ادعم البحث العلمي بمبلغ بسيط جدا. لو انت عملت بيه دعم للبحث العلمي ستجد ان هذه المشكله اتحلت الى الابد في البلد، وبالتالي هتقدر ان انت توفر على نفسك. بالعكس، انت ممكن تصدر هذه الابحاث للخارج وتكسب منها فلوس. يعني مش بس اللي انت يعني هتقضي على مشكله موجوده عندك، لا، ده انت هتصدر هذه الابحاث ايضا للخارج، وتقدر ان انت تجيب منها مكاسب ماديه، تقدر ان انت تعمل ابحاث عن اشياء اخرى.